الزيارة ديالي لمدينة آسا كتدخل في إطار فعاليات المهرجان الوطني لسينما الصحراء اللي كيحتفل هاد السنة هادي مرور أزيد من 9 سنوات على النشأة ديالو. جاتني دعوة كريمة من إدارة المهرجان ولبيت هذه الدعوة على أساس أن الفنان المغربي ما هو شيء مقتصر على المدن الرئيسية والمدن الكبرى، بل هو كيخصو يكون سفير الكلمة وسفير الصورة وسفير الفن وسفير الثقافة في جميع أنحاء ربوع المملكة الشريفة. فأنا جيت فخور وفرح كثيرا بتواجدي في هذه المنطقة الحدودية اللي من خلالها كنجدد الشكر ديالي للقوات المسلحة الملكية ديالنا، وكنجدد الشكر ديالي للناس اللي ساهرين على الأمن والناس اللي عايشين في المناطق الحدودية بشموخ وبرأس مرفوعة ولا شيء يعلو فوق مصلحة الوطن.